جريمة حصلت قبل 30 عام في مستشفى الولادة في كركوك، فقد خطفت طفلة حديثة الولادة من قبل قابلة مأذونة تعمل موظفة في المشفى، وسجلت الطفلة باسمها وباسم زوجها الموظف في مديرية الأحوال المدنية الذي سهل عملية التزوير، وتم القبض على المتهمين وأقروا بجرمهم بعد أن قدمت المخطوفة شكوى ضدهم. سجلت دعوة ضد شخصين ربتهم ورجل آخر كبير بالعمر يعني مواليد 36، طلبت الشكوى ضدهم لأن في تاريخ قديم يعني قبل 30 سنة قاموا بخطفها من صالة الولادة. حسب ادعائها أنه تم خطفها من صالة الولادة وسجلوها بدائرة الأحوال المدنية باسمهم. عند بلوغ الطفلة ربيعها 8 قام بتهريبها إلى خارج العراق وتحديدا إلى دولة ألمانيا، وبعد مرور 30 عام تعود إلى محافظة كركوك بحثا عن والديها الحقيقيين بعد أن اكتشفت الحقيقة. اكتشفت أنه هي هذه البنية مو اللي دزوها للخارج أبوهم وأمهم. اكتشفت هذا الشيء، سوت فحص DNA بالخارج، تأكدت من الموضوع، رجعت لمحافظة كركوك، رجعت سجلت دعوة أصولية واتخذنا بها إجراءات، وتوقف الشخص نقول اللي ربت المرأة والرجال. القاضي حسب المادة 294 وقفوها، بدأت الإجراءات القانونية تأخذ حيز التنفيذ. سوينا لها فحوصات DNA دزيناها للطب العدلي في بغداد. اتصلنا بها لنكمل أجزاء القصة، لكنها اعتذرت لأنها تنتظر تحليل DNA الذي يثبت حقيقة أبويها. كم من جريمة خطف وقتل غطاها الزمن، وكم من شخص انتزعت من قلبها الرحمة ليحرم طفلة من حنان أبويها، فها هي عادت بعد أكثر من 30 عام تبحث عن أبويها الحقيقيين. ورسالة نوجهها لكل من خطف له طفل في عام 88 أن يراجع الجهات المختصة لعل هذه الفتاة تكون ابنته. ما زلنا في العراق، سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.